مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة اليوم مليئة بالعديد والعديد من الأخبار المتنوعة، سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد العالمي، وبالتحديد كمان كل ما يخص ويتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي وآخر أخباره وتفاصيله على مدار حلقة اليوم. لكن دايماً بيكون مهم بالنسبة لنا قوي التواصل مع حضراتكم، وحضراتكم تقدروا كمان تتواصلوا معنا من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، من خلال أن أنتوا تجاوبوا على سؤال حلقة اليوم وتقولوا رأيكم في مين هو أبرز لاعبي النادي الأهلي في أول خمس جولات من بطولة الدوري وأول خمس مباريات للنادي الأهلي في هذه البطولة. في الحقيقة عندنا عدد كبير جدا من المتألقين في أول خمس جولات، لكن هنشوف رأي حضراتكم في الجزء الأخير من حلقة النهاردة من الترند. لكن دايما بيكون في عناوين مهمة للحلقة، نروح نشوفها. في ترند الأهلي، الأهلي يجهز ملفا طبيا للاعبيه استعدادا لكأس العالم للأندية. في الترند المحلي، اتحاد الكرة يقرر إيقاف الدوري لمدة شهر. أما في الترند العالمي، كوكا يعود للمشاركة مع أولمبياكوس بعد شفائه من كورونا، الحمد لله على السلامة. في النهاردة في عدد من المباريات في الدوريات المختلفة، تحديدا الدوري الأسباني والإيطالي. خلينا نبتدي بالدوري الأسباني. النهاردة ليفنتي بيلاعب إيبار، أو لاعب إيبار خلاص. النتيجة 2-1 لليفنتي، فاز في هذه المباراة ضمن فعاليات الدوري الأسباني. كمان فريق قادش عنده مباراة كمان ربع ساعة مع ديبورتيفو ألافيز، وليتشي الساعة 7:30 مع ختافي، وكمان الساعة 10 بالليل مباراة ما بين بلد الوليد وفالنسيا. ده فيما يتعلق بالدوري الأسباني. لكن الدوري الإيطالي في بعض المباريات منها انتهى ومنها لسه بيتلعب حتى هذه اللحظات، ومنها كمان هيتلعب بالليل. نبتدي بروما اللي تعادل إيجابي في قمة هذه الجولة مع إنتر ميلان بنتيجة 2-2، وهيلاس فيرونا بيلعب في هذه اللحظات مع كروتوني متقدم 2-0، لسه المباراة ما خلصتش. أودينيزي كمان بيلعب مع نابولي، والتعادل الإيجابي 1-1، لسه المباراة أيضا في نفس التوقيت. وبارما أيضا بيلعب مباراة في هذه اللحظات مع لاتسيو، والتعادل السلبي 0-0. الساعة 7 بالليل مباراة ما بين فيورنتينا وكالياري، والساعة 10 لربع آخر مباريات اليوم في الدوري الإيطالي ما بين يوفنتوس وساسولو. مباريات كلها في الحقيقة رائعة وساخنة جدا. طيب دي كانت أهم وأبرز مباريات اليوم في مختلف الدوريات، لكن دايما اللي بيبقى مهم بالنسبة لنا إيه الجديد اللي بيخص النادي الأهلي، إيه آخر أخبار النادي، كل ده هتكون معانا بعد الفاصل. استنونا. أهلا بحضراتكم من جديد. امبارح كان الكابتن سيف زاهر اللي بكن ليه كل التقدير والاحترام وأحد الإعلاميين المميزين بكل تأكيد، كان لمح ببعض التلميحات اللي بتتعلق بعودة أحد اللاعبين الراحلين عن النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت الأخيرة دي تحديدا، وقال إن اللاعب ده راح لنادي كبير مش نادي الزمالك، فأكيد قصده على نادي بيراميدز، يعني واضحة جدا. وفي رجال أعمال تدخلوا لإعادة هذا اللاعب للأهلي، واللاعب موافق، وفي كلام وفي مفاوضات وكلام من هذا القبيل يعني طبقا لمعلوماته هو. لكن ركز معايا بقى في اللي انا هقوله لك ده، وده كلام مهم جدا وحاسم، كلام مهم وحاسم. اي لاعب خرج من النادي الاهلي لهذا النادي الكبير اللي بيتكلموا عنه، باب العوده بالنسبه له للنادي الاهلي مقفول بالضبه والمفتاح والسلاسل والجنازير، وحق اللي انت عايز تحطه على الباب حطه. اي لاعب من هؤلاء اللاعبين اللي خرجوا بشكل أو بآخر من النادي الأهلي مفيش أي كلام إطلاقا إن هو يرجع وينضم من جديد للنادي الأهلي. أنا بحسم لحضراتكم الموضوع أهو، ولما هقول حاجة هنا من خلال شاشة قناة النادي يبقى حاجة أكيدة ما فيهاش نقاش يعني. فكل هذه التلميحات مرفوضة بالنسبة للنادي الأهلي، لكن حق اي اعلامي، حق اي صحفي ان هو يجتهد، دي شغلانه بتاعتنا وده الطبيعي جدا يعني. لكن احنا بناكد لحضراتكم ان الموضوع ده مقفول تماما. ممكن البعض قال لك اصل هو قصده على مش عارف مين، قصده على مين. انا مش بحدد اسماء هنا ولا بقول فلان ولا علان، انا بتكلم على التوتال. اي لاعب، مش بحدد اسم، اي لاعب خرج من النادي الاهلي بشكل مش جيد، مش عايز اقول تعبير اكتر من كده،
باب العودة للنادي الأهلي بالنسبة له مغلق تماماً، حتى لو هو بص يعني بيتمنى وبتاع طبقاً للي قاله برضو الإعلامي الكبير الكابتن سيف زاهر. فده أمر محسوم، وده أمر حبيت أن أنا أكد عليه مع حضراتكم في الجزئية دي تحديداً. بس خلينا نروح بقى إيه لجزئية أخرى، وفيما يتعلق بالاتحاد المصري لكرة القدم وبعض المعلومات المهمة. وزي ما حضراتكم عارفين ان جدول الدوري تم الاعلان عنه بداية هذا الموسم بمواعيد المباريات لحد الجولة السابعة. الجولة السابعة اللي هي هتكون بعد بكرة بالنسبة للنادي الاهلي تحديدا مباراة الانتاج الحربي. خلاص اتحاد الكرة او اللجنة الثلاثية الحالية استقرت على 7 مباريات تانيين لما تبقى من الفترة دي من بطولة الدوري، ولكن هم بعتوا المباريات دي للامن او الجهات الامنيه عشان يعتمدوها ويوافقوا على مواعيدها، ومن ثم يتم الاعلان على المواعيد دي من قبل الاتحاد المصري لكره القدم. والمفترض النهارده او بكره او بعده بالكثير قوي ممكن يعلنوا عن المواعيد الجديده ل7 الجولات المقبله، وده امر مهم. هنشوف هتكون مواعيد مباريات الاهلي هتكون ايه لما يتم الاعلان عنها. لكن الامر الاهم كمان انه تم خلاص الاستقرار بنسبه كبيره جدا ان هيتم تاجيل بطوله الدوري لمده شهر او ايقافها لمده شهر. أني شهر؟ الشهر اللي هيكون فيه الأولمبياد اللي هو مفروض شهر 7 المقبل، وده بعد الاستقرار ما بين اللجنة الثلاثية الحالية والأندية بأن الأندية مش عايزة تلعب من غير لاعبيها الدوليين اللي هيكونوا مع المنتخب الأولمبي، وربما بعض الأندية يكون عندهم بعض اللاعبين كبار السن، لأن يحق للمنتخب الأولمبي أن هو يختار 3 فوق السن. فممكن أهلي أو زمالك أو فريق ما يكون عنده لاعب أو 2 أو 3 كمان من فريقه متواجدين من اللاعبين الاساسيين اللي هم الكبار المتواجدين مع المنتخب الاولمبي. فبالتالي تم الاستقرار ان يتم ايقاف بطوله الدوري في شهر 7 المقبل، وده هيتم الاعلان عنه بشكل رسمي من قبل الاتحاد المصري لكره القدم. وايام كابتن مازن مرزوق لما كان موجود لرئيس لجنه المسابقات كان في اتجاه اخر ان تتلعب البطوله عادي حتى والاولمبياد شغاله، لكن هيتم تعديل الموقف ده تحديدا. لكن النقطه الاهم بقى بالنسبه لي وهو فيما يتعلق بتقنية الفار، والشركة المنفذة لتقنية الفار ادت مهلة للاتحاد المصري لكرة القدم ان يتم سداد المستحقات او ديون على الاتحاد للشركة دي اللي بتنفذ تقنية الفار، والديون يعني حوالي 150 ألف يورو تحديدا المفروض لحد يوم 1 فبراير. 1 فبراير اللي جاي آخر ميعاد للاتحاد المصري او للجنة الثلاثية الحالية لسداد القيمة المستحقة ل الشركة المنفذة لتقنية الفار في الدوري المصري. لو يوم 1 ده ما تمش السداد هيبقى مفيش فار، وده تنبيه من الشركة نفسها. فاحنا يا جماعة بنأكد اهو، والكلام مش على الأهلي بس بقى، احنا بنتكلم على كل الأندية في مصر، رغم ان في بعض السلبيات من تقنية الفار لكن هي مهمة في كل الأحوال. الأهلي هو أكتر فرقة متضررة لحد دلوقتي من أول 5 جولات، 3 أخطاء تحكيمية كارثية، لكن في نفس الوقت لا غنى عن الفار. وبنأكد لا مساس ولا اقتراب من الفار ولا اتجاه يكون موجود بخصوص الغاء هذه التقنية. ده تأكيد مهم جدا، هنشوف ايه اللي هيحصل، ومفروض خلال ال20 يوم اللي جايين دول يكون الاتحاد سدد القيمة المستحقة للشركة المنفذة لتقنية الفار في الدوري المصري. دي كانت بعض الامور الهامة جدا مع بداية الحلقة، لكن لسه عندي تفاصيل اخرى هتكون معانا بس بعد الفصل. استنوا. اهلا بحضراتكم من جديد. اخبار الفرقه ايه؟ مقبلين طبعا على مباراه مهمه جدا في بطوله الدوري والجولة 7 تحديدا، والمباراه رقم 6 بالنسبه للنادي الاهلي، واحنا لينا مباراه مؤجله مع نادي الزمالك. المباراه اللي جايه هي مباراه الانتاج الحربي، مباراه غايه في الاهميه وصعبه بكل تاكيد، خصوصا في ظل يعني المستويات الرائعه اللي بيقدمها مش الانتاج الحربي بس، كل الانديه في الدوري هذا الموسم الكل قريب من بعض من حيث المستوى سواء الأداء الفني أو البدني في الحقيقة، فكل المباريات صعبة بكل التأكيد. النهاردة الفريق كان بيستعد لهذه المباراة من خلال مران صباحي زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي كده على الشاشة. دي لقطات من هذا المران، والمران قبل الأخير اللي بيستعد من خلاله النادي الأهلي لمباراة الإنتاج بعد بكرة بإذن الله تعالى على استاد الأهلي والسلام. المباراة هتكون 7:30 مساء. مستر بيتسو موسيماني كان عنده محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، واتكلم معاهم في بعض الأمور الفنية اللي بتتعلق بالفريق اللي هنقابله وهو فريق الانتاج الحربي، وبعض نقاط القوة والضعف وكيفية مواجهة هذا الفريق والشكل التكتيكي والخططي اللي هيلعب به النادي الأهلي في هذه المباراة. وده أمر أكيد غاية في الأهمية، ده يعني في إطار المحاضرات المتتالية بالنسبة لمستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين. والراجل دايما بيركز
على المحاضرات بشكل كبير قوي، بيحب يتكلم مع اللعيبه كتير، وده امر جيد في الحقيقه. كمان من ضمن الاخبار المهمه النهارده كان في بعض التدريبات التاهيليه سواء لعمرو السوليه او اجاييه او محمود وحيد. احنا عارفين ان عمرو السوليه خلاص شفي تماما من فيروس كورونا، فبالتالي بيتم تجهيزه للمشاركه في التدريبات الجماعيه من خلال بعض التدريبات التاهيليه. ما اعتقدش طبعا ان عمرو هيلحق مباراه الانتاج، الله اعلم، يعني لسه في تدريب بكره حسب برضو رؤيه الجهاز الفني ومدى يعني جاهزيه عمرو السوليه البدنيه للمشاركه في هذه المباراه، لكن هو طبيا جاهز مليون في المية وبنقول له الحمد لله على السلامة. بالنسبة لجونيور أجايو احنا دايما بنتابع أخباره أول بأول، لأنه هو لعيب وورقة مهمة جدا جدا، ساهم في بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل كبير، وممكن تحتاجه بشكل أكبر في كأس العالم للأندية مطلع شهر مقبل بإذن الله تعالى. فالراجل بيعمل بعض التدريبات أيضا التأهيلية المهمة بالنسبة له عشان كخطوة بالنسبة له أنه هو ينضم للتدريبات الجماعية مع الفريق، وبالتالي ربما يكون جاهز للحاق بكأس العالم للأندية. مع الفترة اللي جاية هنتأكد من القصة دي بشكل أكبر، ومع تطور أو مدى تطور الحالة البدنية بالنسبة لجونيور أجايي. بالنسبة لمحمود وحيد كان عنده كدمة في الركبة وبعض الآلام العضلية، بيعمل أيضا بعض التدريبات التأهيلية المهمة بالنسبة له، تدريبات استشفائية عشان يدخل وينخرط في التدريبات الجماعية مع الفرقة بإذن الله تعالى. طيب النهارده كمان كان في تراي ماتش استعدادا لمباراه الانتاج، يعني مستر موسيماني قسم الفريق لمجموعتين لعبوا زي ماتش كده ما بينهم في الجزء الاخير من مران اليوم، واكيد مستر موسيماني بيحب يركز كمان في الجزئيه دي بشكل كبير عشان كمان يستقر على التشكيل الانسب لمواجهه فريق الانتاج الحربي. هو فريق صعب في الحقيقه يعني، وعنده طبعا مدير فني مميز جدا كابتن مختار احد ابرز المديرين الفنيين في بطوله الدوري بشكل عام على مدار السنوات العديده والعديده السابقه يعني. طيب كمان اخبار اخرى بتتعلق بالنادي الاهلي واستعداداته لكاس العالم للانديه، وطبعا اجواء بالنسبه لنا مميزه جدا ووحشانا بشكل كبير جدا، فالنادي الاهلي بيجهز ملفا طبيا استعدادا لكاس العالم للانديه عشان يتم ارساله للاتحاد الدولي لكره القدم، وده طبقا للوائح والامور يعني اللي بتتعلق بالمشاركه في هذه البطوله. عندنا الدكتور احمد ابو عبله طبعا الطبيب الجديد للفريق، وهو طبيب مميز جدا في الحقيقه، ونتمنى له كل التوفيق، يعني بيجهز هذا الملف وبيعمل بعض ورش العمل الخاصه ببطوله كاس العالم للانديه، واكيد في ضوابط واجراءات احترازيه مهمه جدا هيتم اتباعها خلال الفتره اللي جايه، وكده كده النادي الاهلي بيتبع مثل هذه الاجراءات الطبيه والاحترازيه من فيروس كورونا تحديدا يعني. طيب كمان الدكتور احمد ابو عبله يعني اكد ان مسحه مروان محسن سلبيه، واحنا امبارح قلنا لحضراتكم ان الفريق خلاص اصبح خالي تماما من الاصابات بفيروس كورونا، ربنا يحميهم يا رب ويبعد عنهم المرض ويبعد عننا كلنا وكل المصريين والامه الاسلاميه والعربيه والكل باذن الله هذا الفيروس الصعب جدا. فبالتالي مروان حالته جيده، بس هيتم عمل مسحه اخرى كجانب ايضا احترازي تتاكد بشكل اكبر ان مروان خلاص سليم، هو ما عندوش اي اعراض ولا حاجه، هو شفي تماما من الفيروس، لكن هو كجزء احترازي مهم جدا. كمان محمود وحيد كنت بتكلم عليه مع حضراتكم هيشارك في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي بعد مواجهه الانتاج الحربي وبعد ما يكون خلص كل التدريبات الاستشفائيه والتاهيليه. دي اهم وابرز اخبار الفريق النهارده واخر استعداداته لمباراه الانتاج الحربي بعد بكره باذن الله، لكن لسه اكيد في تفاصيل اكتر وكواليس اكتر حابين نعرفها من خلال مراسلنا العزيز الكابتن محمد توفيق مراسل قناه الاهلي. يا توفيق مساء الخير عليك. مساء الخير يا امير، تحياتي ليك والمشاهدين الكرام ولكل عشاق النادي الاهلي في كل انحاء العالم. اهلا بك يا توفيق، عايزين نطمن من خلالك على اخر الكواليس والاخبار اللي بتتعلق بفريق النادي الاهلي بعقب مران اليوم الصباحي. يعني يا امير زي ما انت قلت في البدايه يعني التفاصيل كامله مع ان شاء الله هنحطها بين ايديك وبين ايدين المشاهدين. يعني في الساعه 12 ظهرا استعدادا لبدء المران اللي بدا في تمام الواحده، يمكن قبل المران اللاعبين كلهم اجروا المسحه الطبيه او الرابيد تيست المتفق عليه طبقا للبروتوكول الموضوع من وزاره الصحه المصريه كما هو متبع، جميع اللاعبين اجروا المسحه النهارده. كمان زي ما انت ذكرت مروان محسن يمكن بعد ما الفريق انتهى بالكامل من عمل المسحه، مروان محسن طبعا عمل مسحه النادي الاهلي عملها له من امبارح والحمد لله اثبتت سلبيتها، لكن كان لازم كمان يعمل المسحه الخاصه باتحاد الكوره فعملها عقب انتهاء زملائه ودخل كمل تمريناته عادي في الجيم بحيث ان هو يكون
بعد ما يخلص البرنامج التأهيلي الموضوع المصغر عشان يخش في فورمة المباريات يبدأ يشارك بشكل عادي جدا مع زمايله. بعد كمان تكون يعني المسحة بتاعت اتحاد الكرة نفسها ظهرت ويكون شفائه بشكل رسمي طبقا للبروتوكول. كمان الموضوع مش بس المسحة اللي عملها تبع النادي الأهلي. تمام. كان التمرين ابتدى، كان مستر موسيماني حريص جدا انه يعمل محاضرة للاعبين، اتكلم كتير جدا. يمكن الفترة دي زي ما انت عارف في ضغط مباريات، ويمكن ضغط مباريات وفي نفس الوقت المباريات كلها مهمة، هتشطب خلاص انت بقيت على قمة الدوري عاوز تكمل مشوارك. فكان الكلام كتير خاصة في النواحي المعنوية للاعبين، وبحسهم ان لازم نكمل ان شاء الله على نفس المستوى ونفس الأداء ونكمل انتصاراتنا ومشوارنا ان شاء الله. التمرين بدأ، يمكن طبعا انت عارف نظرا لضغط المباريات انت لاعب مباراة افريقيا يوم الثلاث، بعد كده مباراة سيراميكا يوم الجمعة، الماتش الثاني بعد بكرة الثلاث، فما فيش وقت، فيمكن ما كانش فيه تركيز قوي على الجانب البدني. بعد التمرينات البدنيه الخفيفه في الاول، بعد كده تمرينات الكوره، يمكن بس تم عمل مربعين بين نص الفريق ونص الفريق الثاني، وبعد كده بدا يمكن بعض الجمل بقى مستر موسيماني قبل التراي ماتش اللي اختتم بيه التمرين، عمل يمكن زي ما بنقول قسم الفريق لمجموعتين من المدافعين ومجموعه الوسط المهاجم كلها، يعني يمكن كانت بتهاجمهم في بعض الجمل اللي كان في اتفاق عليها، كان اغلبها تركيز على يعني زي ما بنقول اختراق الدفاعات. يمكن احنا شايفين الفتره الاخيره معظم الفرق اللي بتقابل النادي الاهلي بتلعب بشكل دفاعي مكثف، فكان معظم تركيز الفريق ان ازاي انت تقدر توصل للجون باكثر عدد ممكن من الهجمات في ظل التمركز الدفاعي من اكثر يعني من كل الفرق تقريبا اللي بتقابل النادي الاهلي في الفتره الاخيره. يمكن كمان على هامش المران كابتن محمود الخطيب جمع جلسه مطوله مع مستر موسيماني والمترجم كابتن عمرو المحب ومترجم الفريق، اتكلموا كتير جدا. مستر موسيماني كمل تدريب الفريق وكابتن صلاح حفيظ كمل الجلسه مع كابتن محمود الخطيب. اللاعبين كلهم ظهروا بحاله جيده، محمد هاني شارك في التمرين كلها النهارده سواء الجزء البدني او حتى الجزء الكره او حتى التراي ماتش كان كمل بشكل كامل كويس. وطبعا مشاركته من عدم ودي ترجع للجهاز اكيد. عمرو السولية، اجاييه، محمود وحيد عملوا تمرينات الجيم، بقى كانوا نزلوا الملعب عملوا بعض التمرينات التاهيليه، وكمان اكتفوا بس باللف حوالين الملعب، لكن ما حدش يوم نزل ولا شارك في التقسيمه بتاعت اللعيبه. طيب عايز اسالك على علي معلول، لان في بعض الاخبار ان علي معلول تعرض لكدمه قويه في التقسيمه اللي كانت مع نهايه المران بعد تدخل مع احمد رمضان بيكم لاعب الفريق. ايه حاله علي معلول طبقا لمتابعتك؟ بالفعل يا امير، يمكن اثناء التقسيمه اللي حضرتك كانت التقسيمه طبعا كل اللاعبين حريصين ان هم يأدوا بشكل اكثر من رائع ويحجزوا مكان، يمكن كان اللاعبين كله بحاول يحجز لنفسه مكان في التشكيله الاساسيه. كره مشتركه بس في نص الملعب كده علي معلول بيستلمها، كدمه حصلت كان احمد رمضان بيكم في تدخل من الخلف، لكن علي معلول يعني جهاز الطب فضل ومستر موسيماني ان هو يطلع بس، لكن ان شاء الله كان ما فيش حاجه وبس بسيطه يعني لا كان فاضل خمس دقائق بالظبط والتمرين ينتهي، فيعني فضلوا ان لا علي معلول خلاص ما يعني خمس دقائق بالظبط والتمرين ده، فالدكتور بس فحص رجله ودخل اوضه اللبس عادي والتمرين كان خلاص يعني تقريبا بنتكلم ان التمرين انتهى، فلا ان شاء الله ما فيش حاجه ويكون علي معلول موجود ان شاء الله في قائمه المباراه اللي هتعلن بكره عقب المران ان شاء الله الاخير. ان شاء الله باذن الله يا توفيق. انا بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق مراسل القناه الاهلي، واللي كان معانا من استاد مختار التتش عقب مران الفريق اليوم واستعدادات الفريق لمباراه الانتاج الحربي، وطمنا بشكل كبير جدا عن الفرقه وعلى كمان علي معلول والكدمه اللي تعرض ليها في مران اليوم، وباذن الله يكون متاح بالنسبه للفريق في مباراه الانتاج الحربي باذن الله تعالى. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نكمل اخر واهم اخبار النادي الاهلي تحديدا على السوشيال ميديا. يلا اخبار النادي الاهلي من خلال ترند الاهلي وايه اللي اتكتب على الفريق تحديدا في السوشيال ميديا. نبتدي بحساب اليوم السابع على تويتر، واللي في الحقيقه عاملين مقارنه ايجابيه مميزه جدا ما بين معلول وقفشه وصراع توزيع الهدايا والتمريرات السحريه على نجوم الاهلي. هم حاطين هنا احصائيه بالنسبه لعلي معلول، لعب مع الاهلي في كل المباريات او كل البطولات 146 مباراه، سجل 25 هدف وصنع 41، في الدوري بس لعب 91 مباراه سجل 15 وصنع 23، ودي ارقام جيده جدا في الحقيقه. لكن في المقابل كمان محمد مجدي قفشه لعب مع النادي الاهلي 51 مباراه في كل البطولات، سجل 9 اهداف وصنع 14، وفي الدوري شارك 33 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 10، وهي في الحقيقة مقارنة إيجابية تحفيزية مهمة جدا بالنسبة للاعبين، واحنا عندنا 2 من اللاعبين المميزين سواء قفشة أو علي معلول، ومش بس هم، كل اللعيبة في الحقيقة لعيبة على مستوى عالي جدا، والأهلي بيمتلك ما شاء الله قائمة مميزة. ده كان من اليوم السابع. خلينا نروح لبوابة الأهرام وحسابهم الرسمي على تويتر، واللي بيقول موسيماني يدرس الدفع
بمحمد هاني امام الانتاج الحربي. احنا طمنا على محمد هاني من شويه، واللاعب يشارك في كل فقرات التمرين بشكل طبيعي جدا بعد شفائه من فيروس كورونا وبعد تاهيله للمشاركه في التدريبات الجماعيه، وكمان شارك في التقسيمه بشكل كامل وادى بشكل جيد، فاعتقد هو متاح بالنسبه للجهاز الفني، لكن هي كلها رؤى فنيه خاصه بالمدير الفني مستر بيتسو موسيماني. هنشوف هل هيكون متواجد في التشكيل الاساسي في مباراه الانتاج الحربي ولا لا، لكن تحديدا مران الغد هو اللي يحسم كل مثل هذه الامور. طيب خلينا نروح لحساب كور 11 على تويتر، واللي بيقول الاهلي يتواصل مع وكيل ظهير الفراعنه الطائر وناديه يرحب بالصفقه ويؤكد ننتظر وصول العرض الرسمي من مجلس المارد الاحمر. هو هنا قصدهم على مين؟ يعني في متن الخبر قصدهم على كريم العراقي الظهير الايمن لفريق مصر، وهو في الحقيقه لاعب جيد جدا، لكن كمان بيتكلموا في الخبر على ان هيتم يعني مبادله احمد رمضان بيكهام بكريم العراقي، وده كلام غير منطقي اطلاقا، لان هو احمد رمضان لحق يلعب. وهنا بيقول لك اصل احمد رمضان ما قدمش المستوى المطلوب، واحمد رمضان ما كانش مميز في المباريات اللي لعبها، لكن في كل الاحوال ده كلام غير منطقي. احمد رمضان بيكهام لاعب مميز جدا ورائع جدا، كمان كريم العراقي مميز ولاعب جيد، لكن خليني اكد على حضراتكم ان هيكون في اجتماع هيحصل خلال الفتره اللي جايه ما بين الجهاز الفني ومسؤولين عن الكره بالنادي الاهلي لمناقشه كل مثل هذه الامور، سواء باعاره لاعب او حاجه من النادي الاهلي او بضم لاعب اخر، كلها امور هيتم حسمها خلال الفتره اللي جايه، لكن مفيش اي مفاوضات ومفيش اي حاجه من هذا القبيل يعني، وده تاكيد على حضراتكم. طيب حساب بطولات على تويتر، واللي بيقول بلاتينيوم ستارز يحذر الاهلي من سيمبا يتلاعب بنتائج فيروس كورونا، ده امر خطير جدا. طبعا الدور ال 32 كانت مواجهه بلاتينيوم ستارز الزامبي وفريق سيمبا التنزاني اللي موجود في مجموعه النادي الاهلي، فبالتالي مسؤولي فريق بلاتينيوم كانوا قدموا شكوى للاتحاد الافريقي لكره القدم، بيقولوا ان احنا الجوله الاولى او مباراه الذهاب كسبنا 1-0 على ملعبنا، رحنا هناك كان في تلاعب من سيمبا التنزاني بنتائج تحاليل لفيروس كورونا، فبالتالي الافضليه كانت ليهم لان كان عندهم بعض الاصابات والامور يعني كانت صعبه شويه، فده تحذير غير مباشر بالنسبه للنادي الاهلي، لكن اعتقد ان يعني كل التحاليل اللي بتتعمل تحت اشراف الاتحاد الافريقي يعني ما فيهاش نقاش، واعتقد ان الامر ده يعني ممكن يكون فيه امر ما او جزئيه يعني مش واضحه بشكل كبير، لكن احنا بنناشد اكيد إلا كف مثل هذه الظروف الاستثنائية إن هو ياخد باله من الحاجات المهمة دي. وبعدين صعب جدا إن حد يلعب وهو عنده فيروس كورونا، ممكن تعدي فرقة تانية بالكامل، فيعني لازم ناخد بالنا من الحاجات دي. هنشوف الفترة الجاية إيه اللي هيحصل، وأكيد هيكون الاتحاد الأفريقي له دور مهم جدا في الجزئية دي. طيب لسه مع حساب بطولات على تويتر، واللي بيقول المريخ السوداني قال إن إحنا موجودين في مجموعة الموت، وهنا كلام يعني الأهلي يعني مش واقعي، يعني يقول لك الاهلي حسم التاهل قبل بدء المنافسه، هي منافسه، وارد ان انت تتاهل وارد ان انت لن توفق، ان شاء الله باذن الاهلي يكون موفق ويتاهل، لكن ده كلام كله يعني مش مطلوب خالص، ممكن يكون كلام جانب نفسي شويه من مسؤولي المريخ السوداني، لكن الاهلي اكيد مركز بشكل كبير جدا وما بيبصش لمثل هذه التصريحات الخادعه اطلاقا، لان هي كره قدم، ان شاء الله تكون موفق وان انت تتاهل كاول مجموعه باذن الله، انت النادي الاهلي انت بطل البطوله، عندك كل الامكانيات اللي تساعدك على التاهل كاول مجموعه، ان شاء الله الفريق يكون موفق ويتاهل. طيب خلينا نروح لخبر اخر، وده من حساب يلا كوره على فيسبوك، واللي بيقول ان صلاح محسن يريد الاستمرار بالاهلي وعدم الخروج معارض، يعني كل الناس اكيد تتمنى ان هي تبقى موجوده في النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه وفي مختلف الفترات. في الحقيقه التواجد في النادي الاهلي في حد ذاته اضافه كبيره لاي لاعب والتاريخ والاسم وكل مثل هذه الامور، لكن في كل الاحوال ده في الاخر هيكون قرار جهاز فني، هو اللي هيقرر هل ممكن صلاح يطلع اعاره ولا يكمل. صلاح لعيب جيد جدا ومميز، فبالتالي هنشوف قرار مستر بيتسو موسيماني خلال الفتره الجايه، لكن مؤكد ان اي لاعب يتمنى ان هو يستمر مع النادي الاهلي، خصوصا كمان الاهلي مقبل جدا على بطوله كاس العالم للانديه في مطلع الشهر المقبل. طيب الوطن سبورت على تويتر، واللي بيكلموا على ان موسيماني يعيد أفشى لتشكيل الاهلي امام الانتاج الحربي، وارد وبشكل كبير جدا، خصوصا بعد يعني جاهزيه أفشى التامه
للمشاركة في المباريات بعد برضو كان مصاب بفيروس كورونا وابتدى يخش بشكل تدريجي سواء في مباراة سونو ديب في دور 32 اللي كانت في القاهرة أو كمان خد جزء طبعا من هذه المباراة وخد جزء كمان من المباراة السابقة في بطولة الدوري أمام سيراميكا وأدى بشكل جيد جدا. فوارد بقوة أن قفشة يكون متواجد في التشكيل الأساسي بالنسبة للنادي الأهلي في هذه المباراة المقبلة أمام الإنتاج الحربي. لاعب مهم جدا وأحد أبرز اللاعبين واللاعب اللي فرحنا كلنا في الحقيقة جامد قوي يعني مش هنقدر ننسى الفرحة دي. خلينا نروح لحساب طبعا اي بي ارينا لايف واللي بيتكلم في بعض الأمور الهامة وكتب حقيقة المفاوضات مع فايلر من منافس الأهلي اللي هو سيمبا التنزاني. والكلام ده يعني مسؤولي سيمبا نفسهم يعني نفوه تماما وقالوا ان احنا مفيش اي مفاوضات مع فايلر. رينيه فايلر مدير الفني السويسري السابق للنادي الاهلي والراجل لو عنده النيه انه يكون موجود في افريقيا ما كانش مشي من النادي الاهلي اصلا وهو كان بيتمرن اكبر نادي في افريقيا. في كل الاحوال نتمنى التوفيق للجميع وتحديدا للمدرب ساهم في بطوله الدوري بشكل كبير وبعض البطولات بالنسبه للنادي الاهلي لما تولى القياده سواء بطوله الدوري او السوبر المصري في بداية مشواره مع الفريق. دي كانت بعض الأخبار المهمة في ترند الأهلي النهاردة. لسه عندنا تفاصيل أخرى وفقرات أخرى من حلقة الترند النهاردة استنونا بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نروح نشوف الترند العالمي وأبرز وأهم الأخبار من خلاله وتحديدا عن نجمنا المصري المحترف في أولمبياكوس اليوناني وده من حساب سبورت 360 على تويتر واللي بيقول بعد غياب 53 يوم عن الملاعب بسبب إصابته بفيروس كورونا منذ مباراة منتخب مصر أمام توجو يوم 17 نوفمبر الماضي أحمد حسن كوكا يعود من جديد إلى الملاعب ونزوله في الوقت بدل الضائع من مباراة فريق أولمبياكوس اليوناني أمام فريق باناتيلايكوس اليوناني. فبنقول لكوكا طبعا الحمد لله على السلامة لاعب جيد ومميز جدا ومؤثر بالمناسبة مع فريق أولمبياكوس اليوناني. طيب نروح كمان لحساب ميرور على تويتر واللي نشر تصريحات لمايكل أوليفر حكم مباراة ليفربول وإيفرتون واللي بيعترف فيها لو تفتكروا حضراتكم مباراة ليفربول وإيفرتون اللي كانت مع بدايات بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم واللي تعرض فيها فيرجيل فان دايك نجم الدفاع ليفربول لإصابة بالرباط الصليبي قطع كامل في الرباط وبالتالي كان ساعتها الحكم ما طردش بيكفورد الحارس بتاع إيفرتون رغم أنها كانت تستحق طرد. فبالتالي حكم مايكل أوليفر قال أنه هو أخطأ في عدم طرد بيكفورد في هذه المباراة وبعد هذا التدخل العنيف واللي أدى لغياب فيرجيل فان دايك لشهور عديدة عدى منهم 3 شهور أعتقد متبقي حوالي 4 شهور كمان عشان يرجع فان دايك للمشاركة مع فريقه الإنجليزي وهو مؤثر بكل الأحوال مع ليفربول يعني. طيب خلينا نروح لحساب يلا كورة على فيسبوك واللي بيقولوا ان ليفربول قام بمساعده فريق مارين من الدرجه الثامنه الانجليزي واللي هيواجه فريق توتنهام بكاس الاتحاد الانجليزي. فبالتالي المدير الفني لمارين قال ايه؟ قال ان هو تواصل مع فريق ليفربول وقدر ان هو يحلل اداء توتنهام من خلال مساعدتهم وان هم ادوا له بعض التسجيلات والمعلومات الهامه عشان يقدر يتعامل في هذه المواجهه. لكن في كل الاحوال يعني فرقه بتلعب في الدرجه الثامنه في انجلترا هيبقى صعب جدا ان هي تفوز على مورينيو وفريقه وفريق توتنهام في ظل تواجد هاري كين وسون ده لو لعبوا اصلا اساسي وبرده اكيد توتنهام هيصعدوا ويتاهلوا من خلال هذه المباراه رغم ان الكره طبعا فيهاش مستحيل وبيحصل مفاجات في مثل هذه البطولات. طيب خلينا نروح كمان لحساب يلا كوره على فيسبوك واللي بيقول كورونا يهدد بريمير ليج باضعف بطل في تاريخه. هنا بيتكلموا على يعني تحليل يعتبر رقمي لعدد النقاط اللي ممكن يوصل له بطل الدوري الانجليزي هذا الموسم. فبيقولوا بسبب تكرار الاصابات اصابات كورونا في مختلف الفرق في البريمير ليج فبالتالي من المتوقع جدا جدا ان نشوف بطل البريمير ليج هذا الموسم باقل عدد من النقاط في التاريخ. يعني ممكن تلاقي البطل مثلا جايب ايه 50 نقطه 60 نقطه بالعافيه بسبب الاصابات فده عدد يعتبر قليل بالنسبه لبطل البريمير ليج. لكن في كل الاحوال بالنسبه للفريق اللي هيفوز الاهم بالنسبه له ان هو خد البطوله يعني ده امر طبيعي جدا. طيب خلينا نروح لحساب في الجول على فيسبوك واللي بيقولوا ان زيدان مستاء من اقامه لقاء اوساسونا وريال مدريد رغم العاصفه الثلجيه وامبارح كان في عاصفه جامده جدا. المباراه انتهت بالتعادل السلبي ما بين الفرقتين فزيدان كان بيشوف ان الافضل ان المباراه تتاجل بسبب هذه العاصفه
واللي أدت وأثرت بشكل أو بآخر على أداء فريق ريال مدريد واللي بينافس على بطولة الدوري هذا الموسم، واللي نتائجه تحسنت مؤخرا بشكل كبير جدا على مختلف الأصعدة، سواء الأصعدة اللي بتتعلق أو صعيد اللي يتعلق بدوري أبطال أوروبا أو حتى الدوري الأسباني. طيب نروح لحساب سبورت 360 واللي بيقول ان هدف النجم الارجنتيني ليونيل ميسي امبارح جاب جون من فاول في مرمى غرناطه ببطوله الدوري خلاه يتفوق على رونالدو في عدد الاهداف اللي احرزت من ضربات حره مباشره، بالتالي ميسي كده بقى عنده 48 هدف من كور ثابته، وفي المقابل كريستيانو رونالدو 47، ومنافسه هتفضل ما بينهم لحد ما يعتزلوا هما الاثنين ونتحرم من المتعه اللي بيقدموها لنا سواء ميسي او كريستيانو رونالدو، احد اساطير اللعبه على مدار التاريخ بكل تاكيد. طيب عاد زلاتان ابراهيموفيتش، وده من خلال حساب بي بي سي على تويتر، واللي بيقول ان نادي ميلان الايطالي يستعيد النجم السويدي ابراهيموفيتش بعد غيابه بسبب الاصابه، اللاعب خلاص اصبح لائق وجاهز تماما للمشاركه فيما هو قادم من مباريات بالنسبه لفريق ميلان. وفي الحقيقه ابراهيموفيتش ظاهره كبيره جدا ولاعب مميز جدا، دي بعض اللقطات الخاصه بهذا اللاعب، لاعب عالمي وبرده من اللاعبين المميزين والاساطير اللعبه بكل تاكيد، واللي عنده 39 سنه ورغم كده بيأدي بشكل ممتاز جدا جدا، واحد ابرز واهم اللاعبين بالنسبه لميلان الايطالي، فبالتالي جمهور ميلان منتظر عوده ابراهيموفيتش الهداف، وهو احد هدافي بطوله الدوري الايطالي هذا الموسم عشان يساهم بشكل كبير جدا في انتصارات ميلان اللي ماشي بشكل كويس في الحقيقه في بطوله الدوري الايطالي. طيب خلينا كمان نروح لحساب ساكواكا للاحصائيات، واللي بيقول ان ايرلينج آلاند مهاجم بورسيا دورتموند سجل 25 هدف في 25 مباراه في الدوري الالماني، وده عدد جيد جدا، انت تقريبا كده بتجيب كل مباراه، مش تقريبا يعتبر كل مباراه هدف، فهم دول الهدافين في الحقيقه، هداف كبير جدا ايرلينج آلاند، واللي بنسبه كبيره مش هيستمر في دورتموند، واعتقد هيكون متواجد في ريال مدريد او برشلونه او حتى الدوري الانجليزي في فرقه كبيره خلال الفتره اللي جايه، وهيكون احد ابرز اللاعبين في العالم، الراجل مؤثر بشكل كبير جدا مع فريق دورتموند. الفتره اللي فاتت كان عنده الاصابه دي عطلته شويه، لكن في كل الاحوال لعيب مهم جدا. طيب دي كانت بعض الاخبار العالميه، هنروح دلوقتي لمشاركات حضراتكم معانا من خلال حسابات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، وكان سؤال الحلقة مين أبرز لاعب من وجهة نظر حضراتكم في أول خمس مباريات بالنسبة للنادي الأهلي في بطولة الدوري، فنبتدي بإسلام سراج واللي قال أعتقد الفريق فيه لعيبة كتير بس الأبرز كهربا وطاهر. أكرم سمير قال أبرز اللاعبين الشناوي بدر بنون معلول أفشة كهربا محمد شريف، والغندكلي قال كهربا ومعلول الاكثر تالقا وباقي الفريق كلهم نجوم ومهمين. وفي الحقيقه واضح من التعليقات ان ما حدش قادر يحدد نجم الاهلي حتى الان في بطوله الدوري، خصوصا ان الكل في الحقيقه بيتالق وبيقدم مستويات اكثر من رائعه، ودايما نتمنى لهم كل التوفيق خلال المرحله اللي جايه. دي كانت تعليقات جمهور النادي الاهلي، ودي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل جديد في حلقه جديده من نفس هذا البرنامج، استنونا الى اللقاء.